منذ 3 أعوام تقريباً تعيش مدينة ميدي على وقع مواجهات عسكرية لم تتوقف. ومنذ صيف العام الماضي بات معظم أجزاء هذه المدينة الصغيرة تحت سيطرة الجيش الوطني، لكن مقاتلي الميليشيا لا يزالون يحتلون الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. تنخفض وتيرة المواجهات العسكرية هنا وتزداد حدتها على نحو ما شهدته مدينة ميدي يوم الأحد الماضي، الذي نفذ فيه الجيش الوطني عملية وصفها بالنوعية على مواقع يتحصن فيها مسلحو الميليشيا في الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدي. فتحت وقع الضربات المركزة من مدفعية الجيش الوطني، تقدم أفراد هذا الجيش داخل هذه الأحياء وخاضوا مواجهات شرسة مع مقاتل الميليشيا. ولعب طيران التحالف في معارك الأحد دورا أساسيا، فقد وجه ضربات مؤثرة على المواقع والمباني التي تتحصن فيها عناصر الميليشيا وسواها بالأرض، وهو الأمر الذي ساهم في التأثير على المركز القتالي للميليشيا. الجيش الوطني أكد أن مواجهات الأحد أسفرت عن مقتل 13 مسلحا من جماعة الحوثي وأسر 4 آخرين، فيما طهرت قواته عددا من الأحياء التي كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا جنوب غرب المدينة، في وقت يستمر فيه تضييق الخناق على العناصر المتبقية والمتحصنة في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. وغالبا ما يبدي المراقبون استغرابهم من الدوافع الحقيقية التي تقف خلف استمرار المواجهات العسكرية منذ نحو 3 أعوام في أحياء ومحيط مدينة ميدي الصغيرة، في ظل الفارق النوعي الكبير بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف وبين مقاتلي الميليشيا. يأتي ذلك فيما تفيد التقارير بتزايد أعداد القتلى من الجانبين في هذه الجبهة التي تكاد أن تتحول إلى واحدة من أخطر الجبهات استنزافاً لإمكانيات ومعنويات الجيش ومقاتلي المقاومة الوطنية.